قصيدة الحذاء هذه يستقبل شعراء جوقة عكاظ للزجل، وهي من أقدم الجوقات في سوريا من قبل شعراء مشوا في هذا الطريق من بعدهم. في هذه الحفلة الزجلية التي أقيمت على شرف تكريمهم لما قدموه وأغنوا هذا اللون الشعبي السوري الأصيل. ضيف الشرف يلي بهمناش اعترف بعده على المبدأ أصيل، وما انحرف لما اندعى مستنظر وصول الألوف، ولما وصل فتح له بواب ودرب معروف عنك يا جبل شعبك رؤوف صامت وفي المكرم بالي شرف. ظلم الزجال لأنهم اعتبروه ليس شعرا، إنما هو شعر مضبوط بوزن وقافي وبحر. مع احترامي لكل إخواننا شعراء الفصيح، لا يدركون أو لا يعرفون أو لا يريدوا أن يعرفوا بأن للزجلي بحور وقافية ووزن، وله من الدقة ما للشعر المقفى. الزجل ما حدا بيتعلمه، بيخلق مع الواحد بالفطرة أولا. ثانيا كلمة الزجل إذا ما لمست الشرايين ما بتطلع كلمة ولا بتطلع بيت شعر. ومثل ما قال الدكتور في له أوزان وله بحور وله ولكن ظلم. منبر وجوقة شعراء ودفوف وموسيقى واستقطاب لمحبي هذا اللون من الشعر الذي يستخدم اللغة المحكية ويعطي للشاعر فضاء واسعا لخياله في حواره الزجلي الودود مع نظيره من الشعراء على المنبر في معالجة كل ما يخطر بالبال من مواضيع وأفكار على طرفي نقيض، ويستخدم إمكاناته ومخزونه الثقافي لنسج صور وإسقاطات أدبية تلامس مشاعر المتلقين، يميزها البساطة والسهل الممتنع، ويقرأ نجاح قصيدته في تفاعل الجمهور مع كلماته. صبنا نعمل تكريم فيه لجوقة على يعني على كثير من الأهمية والقدر بالكلمة تبعهم وبشعرهم الزجلي على مستوى الأرض إن كان المحافظة ولا خارج المحافظة. شعراء هذول الجدد يعني امتداد للشعراء ولأهلهم القدماء لجدودهم ولتاريخ سوريا، فشعراء رائعين. والزجل شيء يعني من تراث البلد ومفروض ننميه دائما. هذا اللون التراثي المتجدد الظريف وجد في السويداء أرضا خصبة له، وشعراء يعملون على استمراره وتطويره محافظين بذلك على هذه البصمة السورية الأصيلة. من السويداء، قناة سما الفضائية، جمانة حمدان.